انت اسس فريق العمل، احنا شو بنعمل؟ أنهت منظومة وطن الورشة التدريبية الأولى من عام 2015 ضمن برنامج بناء القدرات المجتمعية. أول شيء أنا بتشكر مؤسسة وطن على الجهد الكبير والمتتالي اللي عم تعمله في رفض وتزويد وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني السوري وتأهيل القادة الشباب. دوري في البرنامج كان متعلق بمكون أساسي من مكونات بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني السوري وقدرتهم على مواكبة الاحتياجات المستجدة والطارئة لأفراد المجتمع السوري مختلف تكويناته. دوري في الشق المتعلق بالثقافة المدنية والمجتمع المدني، وأعتقد أنها يعني ثقافة مهمة جدا، وفي تنوع بالمشاركين في المناطق وتنوع أيضا في مجالات العمل، من يعمل مع النازحين، من يعمل مع اللاجئين، من يعمل في ظروف فيها قدر من الاستقرار نسبيا في مناطق، في بعضهم يعمل في مناطق فيها توتر أكثر من غيرهم، بعضهم يعمل ومركز على موضوع الإغاثة، بعضهم مركز على حق التعليم للأطفال. هذا التنوع الكبير في المؤسسات أعطى الورشة قدر من الثراء. لا شك أنه دورة واحدة غير كافية، يعني هو لابد أن يكون في منظومة لبناء ثقافة المجتمع المدني وتأسيس المجتمع المدني، وذلك بحضور ممثلين عن 21 منظمة مجتمع مدني من الداخل السوري. برنامج بناء القدرات لتنظم منظومة وطن أداة فعالة جدا لرفع من مستوى مؤسسات المجتمع المدني في الداخل السوري وكل ما يخص بالقضية السورية. المادة اللي قاعد أعطيها هي المادة الأساسية وتشكل 50% من البرنامج بشكل كامل. مادة تصميم وإدارة المشروعات. أيضا بسبب ضعف الخبرة كان دائما في أحلام، في أهداف، في أفكار للمشروعات، بس في مشاكل كثيرة جدا في آلية التنفيذ. هنا يجي دور تصميم وإدارة المؤسسات أو المشروعات، أنه نمكن مدراء المشروعات، رؤساء المؤسسات، مدراء الإدارات، حتى رؤساء الفرق التطوعية العاملين في مجال المجالس المحلية، أنه يستطيعوا بالشكل الصحيح وبالاستهلاك الأجود للموارد أنهم يبنوا مشروعات فعالة تحقق النتيجة من خلال يعني بروسيس أو بروسيجر أو آليات وأدوات إدارية بسطناها لهم بشكل جدا بسيط، ربطناها كلها في دائرة واحدة متسلسلة، بحيث أنه نضمن أنه أي شخص يبدأ في هذا العمل من الفكرة يستطيع أنه يصل للأفكار إذا مشي بهذا التسلسل بإذن الله. أشرف عليها نخبة من المدربين الأكفاء، وتوزع التدريب على 6 أيام بواقع 60 ساعة تدريبية. البرنامج الذي يقدم في بناء القدرات هو البرنامج الأساسي جدا لبناء الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو المحك الرئيسي لبناء الأوطان. إذا أردنا أن نبني أي وطن، بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان. البرنامج الذي يقدمه هو برنامج يهتم بالإنسان كإنسان، ابتداء من تنمية مهاراته وقدراته وإمكانياته واستغلالها، سواء كانت الإمكانيات والقدرات المفعلة أو الإمكانيات والقدرات التي لا يعرف عنها أي شيء. برنامجي هو برنامج مهارات، يبتدئ من خلال الاهتمام بعقلية بالعقلية المنتجة في السوق، in the workplace، في بيئة العمل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاهتمام بالsoft skills أو المهارات التي ينفذ من خلالها الأعمال داخل في بيئة العمل.